مع جمال الدين مصباح وكذلك كارم الجاني. ملعوبة هايلة هايلة، خطير جدا خطير جدا. سليماني سوداني في منطقة الجزاء، يحاول إسلام، يحاول يوزع كرة هايلة ممتازة، يا سلام. ألم أقول لكم أن هذا اللاعب ولد في منطقة الجزاء؟ إنه الهلال الذي ظهر في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني. سوداني هلال يظهر بقوة ويسجل، يا سلام على هذا الهدف للمنتخب الوطني الجزائري. سوداني يفك العقدة الليبية في الدقيقة 44 ويتمكن من الوصول إلى مرمى الحارس محمد مشلوش. نعم، ها هي والجميلة والرائعة من إسلام سليماني الذي موه هذه الكرة لأمير فيغولي، ثم حضر سوداني في الزاوية الصعبة والبعيدة عن مرمى الحارس محمد مشلوش. هدف مقابل لا شيء، ظهر الهلال في الدقيقة 4. ما أروعك أنت أيضا، ما أجملك يا بولهي. كن رايس المرمى، مرمى المنتخب الوطني الجزائري. كرة هائلة لسوداني، يحضر ويروض الكرة. الهلال الذي ظهر في الدقيقة الأخيرة من زمني، يحاول هناك جبور بالريش، جبور يقطع كرة خطير، حاول أن يربح بعد الثواني وبعد الدقائق ويستهلك الوقت. الضغط عليه، هاي الكرة، جمال الدين مصباح، يلا الكرة للأحسن، هاي من هنا محاولة، يلا جمال الدين مصباح والكرة والخطورة، ولكن الدفاع. مال الميزان، مال الميزان عندما ظهر الهلال في الدقيقة الأخيرة من زمن هذه المباراة. الكرسي الاحتياطي والبدلاء للمنتخب الجزائري، والكرة الأخيرة تلعب الآن. فيغولي يحضر، والحكم السيد بلادياتا يعلن عن نهاية اللقاء والمباراة بفوز المنتخب الوطني الجزائري، وخالي لوزيتش يكسب الرهان. وفرحة كبيرة للعناصر الوطنية وللبدلاء، وهناك تدخل قوي، هناك اعتداء، هناك اعتداء، هذه ليست روح رياضية، اعتداء من العناصر الليبية على العناصر الجزائرية. الآن فيغولي يطارد وكذلك جبور، واختلط الحابل بالنابل، وأين هو التعهد الذي قدمه سعد، أحمد سعد، مع بداية المباراة وقال بأننا سنلعب بكل روح رياضية؟ هذه ليست روح رياضية، هذا استفزاز، هذا تعدي، ولكن هذه يعني تصرفات وسلوكات غير مطلوبة. أتمنى أن تنتهي المباراة بروح رياضية كما تعهد القائدين على ذلك. بسلام بسلام تنتهي المباراة بين المنتخبين. يتدخل العقلاء طبعا، جبور هو المستهدف الآن، واضح محاولة الاعتداء على جبور، محاولة الاعتداء على بعض اللاعبين الجزائريين. محمد سعد القائد الليبي كان تعهد، ولكن ليس هذا هو المطلوب، هذه تصرفات لا تليق وغير مطلوبة. تنتهي المباراة إذن بفوز المنتخب الجزائري 1-0. يؤكد المنتخب الجزائري التفوق اليوم، أيضا يفوز بهدف مقابل لا شيء، يؤكد أنه الأحسن والأقوى والأفضل على المنتخب الليبي في انتظار مباراة العودة بالجزائر في 12 من شهر أكتوبر. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، نلتقي بها في خير إن شاء الله. إليك الخط نور الدين.